كانت 2020 كانت كتير صعبة على نتحداها، ساعدنا كتير ناس وأحباب وحاولنا نتخطى الصعب. جاي علينا سنة 2021 حملة مع بيت لحم. لسه في عنا أمل إنه في فرص وحياة إلنا، وطول ما إحنا بننشر الحب وعنا الطاقة الإيجابية للحياة راح نضل كل سنة نحكي لكم Merry Christmas and Happy New Year.